لما يعد يحتاج تورط إيران في أوكرانيا إلى مؤشرات. الاتحاد الأوروبي وضع يده على الأدلة وعلى العقوبات أيضا. كييف أيضا تقول إن مسيرات شاهد 136 لا تخطئها العين على الأقل منذ 13 من سبتمبر في كوبياسك، تاريخ سقوط أول مسيرة إيرانية. وما لا تخطئه العين أن الانزلاق الإيراني ممنهج ولم يعد يقتصر على المسيرات، بل شمل أيضا صواريخ أرض أرض لاستهداف البنية التحتية في أوكرانيا والطاقة تحديدا. غالبية هذه الصواريخ البالستية متوسطة المدى من طراز فاتح وذو الفقار وفق صحيفة الغارديان. والتورط الإيراني انتقل من العدة والمسيرات والصواريخ إلى العديد. تقارير استخباراتية أكدت إرسال طهران عشرات المدربين إلى القرم للمساعدة على استخدام هذه المسيرات الانتحارية. مسؤولون استخباراتيون غربيون أشاروا إلى أن المدربين هم من الحرس الثوري المصنف أمريكياً تنظيماً إرهابياً خاضعاً طبعاً للعقوبات. إلا أن خامنئي استغرب سعي الغرب لمحاسبة إيران لبيع أسلحتها. فما الذي يريده النظام؟ ولماذا يخاطر بعقوبات إضافية مع تعثر جولات إحياء الاتفاق النووي الذي على الأغلب لن يشهد أي تقدم إلا لما بعد الانتخابات النصفية؟ لكن إذا انقلبت الكفة نحو الجمهوريين، سيجد بايدن صعوبة في تسويق الاتفاق النووي، يعمقها تورط إيران في أوكرانيا